لماذا لا تصلح مياه الفلاتر لعمل الشاي؟ دراسة علمية حديثة تكشف ذلك. معكم أميرة الشربيني، أهلا بكم. لو كنت عاوز تعمل كوباية شاي في 50 أو 10 على 10، فخد المفاجأة دي اللي ممكن تغير كل تفكيرك تماما عن عمايل الشاي، خصوصا لو كنت بتعمله بمية الفلتر زي ما بنسميه. فعليك انك من هنا ورايح تمنع العادة دي، لان مية الفلتر هتعمل لك اسوأ كوباية شاي ممكن تتخيلها، بعكس كوباية الشاي اللي معمولة من الحنفية بصورة مباشرة. بيعتقد بعض الأشخاص أن كل ما تم تنقية المياه لعمل الشاي والقهوة هتزيد نتائجها الإيجابية ومذاقه المميز، لكن على العكس تماما توصل باحثين من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا إلى أن استخدام المياه المنقاة تماما هتؤدي إلى إنتاج كوب من الشاي مر للغاية، والمياه غير المنقاة بتنتج كوب من الشاي مقبول في الطعم. بتأتي مياه صنبور في العديد من المناطق من طبقات المياه الجوفية الجيرية، لأنه بتوجد فيها كربونات الكالسيوم وهو مركب غير ضار يمكن أن يخلي طعم المياه أجمل. والعديد من المنازل اللي عندها أجهزة لتنقية المياه بتفقد المكون ده، وهو ده اللي بيؤثر على طعم الشاي. كان الفريق البحث السويسري اللي بتقوده كارولين جايكومين بيبحث في الأسباب اللي بتؤدي إلى تشكيل غشاء رقيق بسطح كوب الشاي إذا ترك الكوب علشان يبرد. وكان بيعتقد من فترة طويلة ان الطلاء الشمعي المتبقي من اوراق الشاي هو السبب الاساسي في كده. توصلت دراسة حالية نشرت في دورية فيزياء السوائل الى ان كربونات الكالسيوم الموجودة بالمياه بتساهم باكبر قدر من المركبات اللي بتتفاعل مع الشاي لتشكيل الغشاء. بتقول جايكومين في تقرير نشره الموقع الالكتروني للمعهد الفيدرالي للتكنولوجيا بالتزامن مع نشر الدراسة، إذا كنت هتصنع كوب من الشاي في ماء نقي تماما نتيجة استخدام الفلاتر فلن يتشكل الغشاء على الإطلاق، لكن في المقابل هتحصل على شاي ذو طعم مر جداً.